المول وفي أبو سروج وفي سربة وفي كارياري في عشرات بل مئات في مئات المعارك. لذلك هزموا هذه الحكومة، بل هزموا الحكومة داخل الفاشل، وإن شاء الله رب العالمين سيهزمون هذه الحكومة الفاشلة داخل مدينة الخرطوم إن شاء الله. أبشر بالنصر إن شاء الله، أبشر بالنصر، أبشر بالنصر. كل القوة خرطوم جورة، كل القوة خرطوم جورة، كل القوة خرطوم جورة، كل القوة خرطوم جورة، كل القوة خرطوم جورة. الله أكبر، الله أكبر. أشكر أخواني المواطنين والمواطنات، أهلي وعشيرتي من أبناء دارفور الذين يسكنون في المخيمات في اللاجئين والنازحين، أشكرهم شكرا كثيرا على صبرهم وعلى جلدهم وعلى مقاومتهم للاستعمار الداخلي الذي نعيش فيه الآن ومنذ 50 سنة. أشكرهم على الصبر وأشكرهم على ما قدموه من تضحيات جسام، أشكرهم على ما قدموه من أبناء فداء للوطن، فداء للحرية، فداء للعقيدة، تضحية في سبيل الوطن. قدموا أبناءهم شهداء، أرتالا من الشهداء، وما يزالون يقدمون أبنائهم ويقدمون أنفسهم فداء لهذه القضية، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الله أكبر. أشكرهم على كل ما قدموه من دعم سخي، من دعم مادي سخي لحركة العدل والمساواة. قدموا لهذه الحركة كل شيء، لم يتركوا شيئا لم يقدموه لهذه الحركة. ونحن نجدد البيعة ونجدد العقد ونجدد العهد لمواطنين الكرام الحاضرين منهم والغائبين، نجدد عهدنا على أننا سنظل مستمسكين بهذه القضية العادلة، مستمسكين بهذه القضية، ونمضي قدما مهما يكلف، لن نبيع القضية أيها الأهل. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أضواء على منطقة القرن الأفريقي. نستضيف اليوم من العاصمة السودانية الخرطوم الدكتورة مريم آمنة صالح، أمينة المرأة في حركة العدل والمساواة، وكذلك الدكتور زكريا محمد علي عبد الرحمن. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. دكتورة مريم، مرحبا بك. أنا صالح حقائق. مرحبا بك. اليوم معنا أيضا الدكتور زكريا محمد علي عبد الرحمن، وهو زميل، يعني كان للشرف بالتعرف بالزميل دكتور زكريا قبل ربع قرن تقريبا، هو كان مقيم معنا في ألمانيا. دكتور زكريا، مرحبا بك مرة ثانية. مرحب بكم، مرحب على جميع المستمعين والمشاهدين على بقاع العالم، وحييكم جميعا أينما كنتم، وتحياتي للإخوة في برلين، وأخص بها الأخ عبدالقادر حمدان. مرحبا بكم. مرحبا دكتور. بالحقيقة طبعا معنا أختنا الفاضلة
الدكتورة مريم آمنة صالح، وهي طبعاً أمينة المرأة، فلظروف التقنية طبعاً لم تتمكن من المشاركة معنا بالصورة، بل استضفناها أيضاً عبر الهاتف. سنعطيها الفرصة أولاً لتتحدث، لأن الاتصال عبر الهاتف يكون صعب جداً. فدكتورة مريم، أنا حقيقة سعيدة اليوم أن نستضيفك من الخرطوم، وقبلها طبعاً يعني حركة العدل والمساواة عرفناها في الميدان، الآن أنتم بعد توقيع السلام تتحدثون من داخل الخرطوم، كيف تشعرين الآن وأنت في الخرطوم تتحدثين باسم حركة العدل والمساواة التي نادلت من أجل هذا التقرير؟ مرحبا دكتورة، تفضل. شكرا جزيلا لكم، وانا سعيد جدا التقي بالثوار في القرن العشرين والثوار في السودان، وسعيد جدا انه اتحدث جمهور الحركه وجمهور القرن العشرين عامه عن الاحساس والشعور بمساله الاسلام والحركه. هي مساله طويله ومقلقه ومرهقه، ولكن القضية كانت سهلة بالنسبة للثوار، وكانت سهلة جدا بالنسبة للثوار. اختلف شكرا دكتورة. أولا سنعود إليك إن شاء الله. الآن طبعا العدل والمساواة، أعود إلى الدكتور زكريا. العدل والمساواة نستعين بجملة قرأتها طبعا في وسائل الإعلام العربية، العدل والمساواة في رحلة الانتقال من ذراع الحرب الطويل إلى السلام الطويل. دكتور زكريا، أنا سعيد اليوم أن ألتقي بك مرة ثانية في أرض الوطن بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً من أرض الوطن. عدت أخيراً إلى بلدك السودان، السودان الذي نادلت من أجل هذه العودة. طبعاً كيف شعرت بعد عودتك دكتور زكريا بعد غياب تقريباً استمر أكثر من في 13 أبريل عدت أكثر من 20 عاماً وأنت في المهجر؟ كيف شعرت أثناء العودة والاستقبال اللي شاهدناه في التلفزيون السوداني؟ كيف كان شعورك عندما وطأت أقدامك لأول مرة بعد هذا القيام إلى أرض الوطن؟ تفضل. بسم الله والحمد لله على كل حال.
أنا سعيد جدا اليوم أكون جوا داخل السودان وأتكلم باسم حركة العدل والمساواة السودانية مكاتب الخارجية. دي أنا بصريح أقول لك أنا سعيد جدا لأنه كنت غير مسموح لي أدخل السودان، أذهب إلى مصر أرى السودان يهودات السودان غير مسموح لي أجي أدخل عليها، أمشي يوغندا غير مسموح لي، أمشي جنوب السودان أشوف يهودات السودان غير مسموح لي أجي، أمشي إريتريا غير مسموح لي يهودات مباني بالشاف وما أشوف، أمشي الطينة السودان في تشاد غير مسموح لي، وأمشي ليبيا يهودات السودان بالشاف غير مسموح لي ندخل، لكن الآن دخلنا والسبب كانت مفترض نجي بدري السودان دي لو كان النظام الفائت كان هي راضية أنه جناح إلى السلام لكان دخلنا السودان بدري وبنينا بناية صح وبدأنا صح، لكن الحكومة كانت النظام الفائت كان رافض عشان كده ما كان مسموح لنا ندخل. الآن خصبا عنهم سقطت النظام نهارا جهارا وولوا أدبارهم حاربين، لكن المؤسف أنه في اتفاقية السلام الإجراءات اللي عنها قمنا بها اللي من أجله كنا نحارب من أجله جينا في اتفاق وكتبنا فيها مع الحكومة الجديدة الحكومة الانتقالية كتبنا فيها اتفاق عشان نعملها على أرض الواقع، لكن من المؤسف أغلبية المؤسسين الناس العايشين في المؤسسة مؤسسة الدولة هم زادوا نفس النظام القديم، دي رعاية بتاع النظام القديم هم ماسكين البلد استيل لغاية الآن، لذلك واقفين أمامنا يعني بحجج وافية جدا حجج غير راضية غير حقيقية، يقول كل مرة يطلوا لك بحاجة بيمين وشمال عشان ما يطبق الاتفاقية عشان على الأقل هم يجوا عندهم فرصة بتاعتهم. نعم يهربوا أموال تطبق. أنا بصراحة أقول لك النظام الموجود الآن رافض أنه يطبق الاتفاقية على حذافيرنا، دي السبب الأساسي أنه إحنا واقفة قدامنا ما قادر نرجع اللاجئين إلى أماكنهم والنازحين والمفقودين، الناس المفقودين في الحرب اللي ساجينهم حكومة محلات ما بنعرفه ما قادر نجمع لأنه النظام ما يتغير، نظام يتغير رؤوس الفوق كبار، لكن المكاتب فرضالتهم كل المكاتب هم ذاتهم الماسكين عشان كده ما قادر نغير موسف جدا، لكن إما هن يعني إحنا جينا جوا هنا قاعد نراقب عما يجري متابعينا الليل ونهار ونتمنى أنه الوضع ده يتغير عشان ما نرجع للموقع الحرب قبل كده، عشان الحرب إحنا خسرنا فيها كتير ماتوا مننا ناس كتير واقتصاديا دمرت البلد، يا أخي إحنا عايزين النظام ده يتغير السيستم اللي احتكار ده يتغير. نعم دكتور زكريا أنا متفاهم طبعا هذا ليس جديد طبعا مع كل تغيير، يعني أنت عندما تأتي أنت دخلت الخرطوم يعني حركات التحرير والسياسيين اللي كانوا في الخارج، لكن الدولة التغيير المنشود لا يأتي بين عشية وضحاها يحتاج إلى وقت، بطبيعة الحال أنت لما يكون في تغيير لا تستطيع أن تغير كل الناس لأن هذولا طبعا الإدارة بحد ذاتها والأمن والجيش والشرطة هذا يحتاج إلى صبر، فلذلك طبعا هذه ظاهرة ليست جديدة في السودان، أنتم الآن يعني من خلال التفاهمات من خلال توقيع السلام أنا أفتكر السودان الآن يسير خطوات إلى الأمام نحو تحقيق السلام الحقيقي والعادل. نعود الآن إلى الأخت الفاضلة الدكتورة مريم. المرأة دكتورة مريم أكثر الفئات المتضررة من الحروب، وأنت أيضا يعني الآن بعد عودتكم إلى السودان كيف يعني الآن كيف وضع الأسرة السودانية وتحديدا المرأة ما هو دورها الآن في هذا التغيير؟ دكتورة مريم تفضل. السلام عليكم. والله أنا يعني مسألة السلام مسألة الحرب أجيب النساء أكثر تضررا من الولايات المتحدة،
وكان الوحدة متمررة بسبب النزوح والنزوح أو بسبب أنها أبناء الأولاد أو تشريد الزوج تشريد الإبن، وبالتالي هي برضو كذلك هي متشردة. وأفتكر أنه هي عادة مسألة تحت السلام إذا انطبق حقيقة على أرض الواقع. ويمكن أضم صوتي لصوت دكتور زكريا في أن الاجتماعية كثير من المشاكل حتما تجد أرض الواقع يمكن الآن مستفاد تجاوزها الزمن. وأفتكر أنه واحدة من الحياة الأساسية إحنا كنساء وبتهمنا جدا أن هذه الاتفاقية تنزل إلى أرض الواقع وتطبق إلى أرض الواقع وتنزل تبشي لأنه حقيقة استقرار يعنينا، لأن النزوح واللجوء إحنا أساسيين فيه، يعني عدد النساء واللجوء مع عدد الرجال. ويمكن كثير من النسوان تعرضوا لكمية من المشاكل وكمية من العنف المنظم والممتد في الفترة السابقة. وفكرة أنه واحدة من الحياة الأساسية أنه حق الاتفاق يديم حقهم ويظليهم المعالجة النفسية والمعالجة القانونية، لأن ده إذا هذا الاتفاق ما زينا أرض الواقع. أما إذا لم يدل هذا الاتفاق على أرض الواقع حقيقة إحنا كنساء بيكون في مشكلة حقيقية، لأنه مشاكلنا ما بتتحل ومشاكل العنف الممنهج ما زال مستمرة دمها كبيرة. وأفتكر أنه واحدة من يعني محاسسة السلام المفروض ينزل الأمن والأمان بردا وطمأنينة على النساء وعلى الناس في القرى وفي البقال وفي الموادي وفي المدن. إلى الآن المسألة دي فيها كمية من الصعوبات، فيها كمية من الصعوبات، ونتبع إحنا كنساء إلى الآن لم نحس بهذا السلام يمشي على الأرض. وبالتالي إحساسنا بالسلام يمشي على الأرض مربوط بأن أمن وطمأنينة، لأن الأمن بيعني حضرتنا إلى مناطقنا، بيعني العيش بسلام، بيعني المعالجة للمشكلات اللي حصلت في السابق اللي هي كان من الترامات بعد الصدمة نتيجة للعنف الممنهج أو نتيجة للضرب بالطائرات أو نتيجة للقتل أو نتيجة يعني نظر إلى الجرائم المختلفة. وبالتالي النساء هم كانوا أكثر ضغطا من هذه المشاكل النفسية والمشاكل التي أصابت المجتمع. وأفتكر أنه إذا إحنا ما قدرنا نربي النساء هذه المرأة المعالجة الحقيقية في فترة السلام، وأفتكر أنه إحنا ما قدرنا نطعم المجتمع الأمن والإيمان والاستقرار، لأن أفتكر أنه المرأة تتوسي نص المجتمع أو كل المجتمع والغرور، لأن إذا التربية في البيت هي مسؤولة منها، إذا هي ما بيدها في كامل وعيها وعقلها وكامل سلامتها النفسية واستقرارها أنه يقدر يكون قوي يقدر في المرحلة. أفتكر أنه تحديات هذه المرحلة الانتقالية كبيرة ومزعجة أو عقلية أو تحديات هي مفتقدة اقتصادية من أكبر التحديات المرحلة الانتقالية وبالتالي احنا كنساء ما بعيدين منها. الغايب منا سواء كان زوجك ده في شدة ما تقدر تجيبه، أو إذا ما برضه تقدر تجيبه عشان تكفر عشان تكفر بطريقة لائقة عشان تحس أنه شنو هو تقنع أنه هو زوجك ده ما بعدك نشوفه ما بعدك هذا الكلام ده إلى الآن لم يحدث، وده تحدي حقيقي لم يحدث. أولاء المقبودين إذا لم يعودوا إلى أهلهم أو أهلهم يعرفوا معلومة عنهم أنه هو وصل أن المشكلة ما زالت قائمة بالنسبة لنا، بالنسبة لنا تحدي كبير جدا بالنسبة للاتفاقية وبالنسبة للمصنفة الاتفاقية كلها. نعم، أنا سأعود إليك دكتورة. أعطيني فرصة دكتورة على أساس سنعود إليك. أنا أولا طبعا هناك مقولة، يعني أنا باعتبارنا نحن في إريتريا خدنا حرب يعني وشردنا من أجل تحرير بلدنا، فمقولة كانت أحد الشهداء الثورة الإريترية كان يقول بعد كل حرب يظهر أبطال جدد. فلذلك الوضع الآن ما نشاهده في السودان، أنا اليوم الهدف من إجراء هذا الحوار هو لنعيد الأمور إلى نسابها. أنا طبعا واكبت تأسيس حركة العدل والمساواة منذ يومها الأول،
الشهيد دكتور خليل إبراهيم عندما هاجر إلى باريس أو إلى أوروبا وأتى إلينا إلى ألمانيا. نحن طبعا كإعلاميين بحكم علاقاتنا مع السودانيين بصفة عامة وأبناء دارفور التقينا بالدكتور خليل، وكلمة الذي قالها الدكتور: نحن مشروع استشهاد. دكتور لم يحمل السلاح من أجل السلطة، لم يحمل السلاح من أجل العودة إلى السودان أو مثلا لما نشاهده الآن. الدكتور أول كلمة نطق: أنا مشروع استشهاد، أنا حملت السلاح من أجل التغيير ومن أجل المهمشين. أنا الآن أشاهد باستمرار بحكم يعني نحن كإعلاميين في وكالة القرن الأبرق نشاهد ما يتردد في وسائل الإعلام السودانية. لم يذكر حتى الآن متى تأسست هذه الحركة ومن الذين أسسوا هذه الحركة. أنا سعيد اليوم أن أحاور أحد رموز التأسيس الدكتور زكريا ومكتب ألمانيا. استشهد الأخ الترقوني الله يرحمه، كل الشباب الذي تركوا أعمالهم. الدكتور أنا اليوم أمامي ورقة دكتوراه، حضر الدكتوراه في عام 2015 بما يسمى بالألماني انتفيكلوشانسن، فرص الاستثمار، فرص التنمية في عهد الديمقراطية والفدرالية والتنمية والتنمية البشرية، وجاب المثل في السودان كيف نطبق هذا الرأي. الدكتور زكريا لم يكن عديم العمل والخبرة، إنما ترك عمله، ترك أسرته وذهب إلى الميدان. أنا من العار أن أرى إن هؤلاء الذين استشهدوا من أجل التغيير لم تذكر أسماءهم. أنا طبعا يعني كصديق للشعب السوداني واكبت واشتركت في عدة مؤتمرات وندوات في ألمانيا منها مدينة بلوت الألمانية. هؤلاء الذين كانوا رموز التغيير، كانوا يدعوا كل المعارضة، هؤلاء الذين الآن في الحكم دون أن أسمي أسماءهم، كان يدعوهم الأخوة هنا مكتب ألمانيا، كان يؤمن لهم الحوار في داخل ألمانيا. وأنا سعيد اليوم أن ألتقي دكتور زكريا. أنت الآن دخلت في معمد السياسة والسلطة، وقليل ما تتحدث عن تجربة مكتب ألمانيا. لذلك أنا اليوم يعني أبحث عن النت، شفت أن ما قدمته يساوي 70% من العمل المعارض بالنسبة للسودان. أنا التقيت أيضا بالمعارضين وأجريت معهم لقاء، من بينهم الدكتور عبد العزيز العشر، الدكتور خليل، الدكاترة كلهم، الدكتور علي الحاج، الدكتور مني ياسر عرمان، كلهم هؤلاء حاورناهم. لكن كلمة واحدة أقولها الآن دون مبالغة، أنه ما قامت به حركة العدل والمساواة، يعني الآن من الأسف أنه أنت الآن دخلت وعدت إلى وطنكم ولازمت تتحدثون عن أن الحقوق لم تعطى لأصحابها. كيف تشعر أخي لما تقارن تجربتك الآن في مكتب ألمانيا دكتور زكريا، وما أنت ولازلت تسعى الآن من التغيير؟ أنا افتكرت بعد ما عدت أنت خلاص انتهت الأمور والمحاسسات وأنت الآن حتبني السودان الجديد. كيف شعرت بعد العودة وكيف تشعر بالمرارة؟ لماذا دكتور زكريا؟ شكرا يا أخي العزيز عبدالقادر حمدان، اللي خليتنا أنا رجعنا شريط شريط التأسيس حركة العدل والمساواة من قولة صفر لغاية اليوم. ولكن اللي حاصل مل كنا نرجو له، ما الهدف اللي كنا أنا عايزينه ذاك بالكامل ما لقيناه، بس رضينا على مضت شيء خير من لا شيء، أو على الأقل نرضى بغياب النظام القديم اللي بيقول أنا ما داير شخص عايز أحرق أمسح أقتل. الكلام ذاك بقى ما فيش. واحد، اثنين، اللي بيقول أنا ما داير بعض القبائل بعينها، يقول أنا ما داير زغاوة والفور والمساليد أمسحهم من الوجود. الكلام ده حسب بيقى ما فيش. لكن المؤسف أن الناس ما اتفقت، يعني كثرت أيادي السبع، وبيقى يعني في الناس عندهم مصالح في وجود النظام القديم.
الآن ركبوا في سفينة بتاعت المعارضة وصوتهم عالي معانا سوا وبيرضوا ما رضي يعني بتغيير بتغيير كامل ما رضي يعني ده المؤسف. لكن زي ما أنت قلت عملية التغيير ما بيجي عشية وضحاها يعني بياخد زمن بياخد لنا سايد يعني ده المشكلة. وهنا منتظرين التغيير الزمن اللي بيقولوا ده احنا هنسلمها لأجيال تانية نتمنى انه يقدر يواصل الشغلانة دي الى منتهاها اللي من اجله استشهدوا فيها قادة ومفكرين كبار ان اصروا انه تغيير وكنا التغيير دي انا منتظرين وكنا عايزين التغيير في وقت مبكر. لكن من وقت ذاك عندنا اخوة القادة اللي استشهدوا كانوا بيقول لنا التغيير ده دار له زمن وما بتغير اليوم ولا بكرة. فانتوا اذا كانوا مستعجلين الناس المستعجلين ما يركبوا البخرة ده. وفعلا احنا اصرينا انه كان تغيير اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد سنين انا غير على ضوء ركبنا الباخرة دي وانها عايزين تغيير حقيقي. نعم. في كثير جدا انا ما عارفين الجهود اللي بذلتها عدل ومساواة والهدف الاساسي بتاعه عايز ما فاهمينه ومصرين انه اليوم يتغير بكره الصباح يبقوا موظفين وبعد بكره يبقوا سياسيين كبار كده في العمل السياسي ده. الكلام ده ما عشيه وضحاها ولا لمحه برق تك تايم. فاحنا مصرين انه العمليه دي مهما طال الزمن يتغير. الإخوة اللي قاعدين في السلطة الآن واللي هو اللي كانوا هم مناصرين النظام القديم والآن هم قاعدين في مراكز اتخاذ القرار ورافضين أنه ماسكين الفرمل بتاعة العمل موقفين معي ماشي قدام يفهموا أنه شغلانة دي لا اليوم بنتهي ولا بكرة ولا بعد بكرة. إحنا عايزين نغير تغيير جوهري تغيير جوهري يتغير. ودي زي ما ابتدينا بعشرين سنة الفاتت الآن برضو عشان التغيير ده عايزين لا زمن طويل هنغير نعم. لكن عايز لا فهم الناس تفهم القصة دي واليوم وبكرة كان مهما كان مسكوا قاعدوا بكرة برضو بعد بكرة بتغير. دي اللي أنا عايز نوريهم. كويس دكتور أنا معك. دكتورة مريم معانا طبعا على الخط. دكتورة مريم أنا طبعاً الليلة دي حديثي كان ليس تحيزاً لحركة العدل والمساواة لكن بحكم مواكبتي لملف أو ملفات المعارضة بصفة عامة. وأنا أجريت طبعاً لقاء موسع كان عدد المشاركين فيه في أسمرة 40 معارض سوداني كان فيهم باقان وياسر عرمان وعبد العزيز عشر يعني كانوا كل المعارضات كانت هناك في لقاء واحد استمر 4 ساعات على الهواء مباشرة في التلفزيون الإريتري. أنا طبعاً كنت أدير هذا اللقاء. ما لفت انتباهي أنه حركة العدل والمساواة وبالذات أخونا الدكتور عشر وغيرهم من القادة أحمد تكد كلهم هؤلاء الذين التقينا بهم وأجرينا معهم اللقاءات قليلاً ما يتحدثون عن دارفور ويتحدثون عن الجمع عن الشعب السوداني وحملوا اللواء يعني تحرير يعني تغيير الوضع للسودان عامة. لم يقولوا سنغير الوضع في دارفور. مع ذلك دكتورة مريم من الذي حاول أن يلصق عليهم صفة أنهم يعني دارفوريين فقط من هذا الدارفور؟ من الذي ألصق فيهم أنهم أن هذه الحركة هي حركة إسلامية رغم كل ما حاول دكتور خليل الشهيد دكتور خليل توضيحه بأن هذه الحركة قامت من أجل المهمشين؟ فكيف كنت تعانوا من هذه الدعاية ولا التي كانت يطلقها بعض الناس المناوئين لحركة العدل والمساواة أنت باعتبارك يعني من قيادات من قادة الحركة وأمينة المرأة كيف كنت تواجهون هذه الدعاية التي كانت تنشر ضد حركة العدل والمساواة؟ تفضلي دكتورة مريم. طيب شكرا جزيلا. اول حاجه انا امنه مريم. عفوا انا امنه.
أي نعم. أول حاجة حركة العدل والمساواة السودانية هي الحركة السودانية الوحيدة كانت النظام السابق داخل الخرطوم. بحد أي حركة تانية بعد احتلال النظام داخل الخرطوم. أقطع عدل المساواة السودانية تقع أكثر من 1800 كيلو الخرطوم وقتلت هذا النظام قتال شرس بشرف داخل الخرطوم. كانت عملية استدلاع طويلة هي العملية المميزة اللي حدثت في 2008 تقريباً. هذه الحركة يؤكد أن هذه الحركة لا علاقة لها بالنظام السابق ولا بغيره تماماً قتل من أجل المهمشين وما زالت. ولكن الآن إحنا نواجه نفس المشكلة مهما تتحدث يقول لك والله يا أخي دل كانوا دل إسلاميين يكون سماح يكون إسلاميين لماذا رفضنا هذه الحكومة السابقة ولماذا أطيل دكتور خليل لماذا ما هذه كل الأسئلة محتاجة لإجابات مش مغطنا هذا النظام من المعارضة هذا النظام داخله دل حتى العدل المسؤولي السوداني كل الأنظمة كل المعارضة صعبة وكل المعارضين لم يغاتلوا حتى عدل النظام السابق داخل الخطوط على حركة العدل والمساواة السودانية هي التي غفلت هذا النظام داخل الخطوط لم تقم قدرة خارج الخطوط لتثبت الكريم تقول للناس أنني أهتم بكل المهمشين حركة المشروع حركة العدل والمساواة السودانية ما أخذ بدافور غير أن غيابات حركة العدل والمساواة السودانية من كل السودان وليس حصرا على هذا من كل السودان لذلك هي إجماع حركة العدل والمساواة السودانية ولا أي اسم آخر إصلاح العدل والمساواة السودانية وغيابات كل السودان تمثل في ذلك الحركة والمساواة السودانية نعم جيد هو واضح في مقاطع النظام السابق مثل النظام السابق الذي وعد من حركة العدل واحد من حركة العدل والمساواة السودانية والثاني من أي تنظيم آخر كان المطلوب من القضي يمر على هذا العنصر من حركة العدل والمساواة السودانية. الحقيقة طبعا عايز أقولها يمكن كل التنظيمات صحيح تتكلم لكن حركة هذه حركة العدل والمساواة السودانية لديها إلى الآن 304 مؤسسين لدينا الآن حركة لم تعرف أين هو وأين مكانهم وإلى الآن ممكن لم نبحث عنهم ولم نجيبه وهذا واحد من استحضارات السلام اللي هو أن يفتح وليها اليوم مع الشيطان الأول لم نعرف أي عسلانة أي مدينة نعم فلذلك واحدة لي من المشكلة الفكرة الكبيرة جدا نتكلم عن الإشبارات الأجرة والاستحقارات المبوضين والاستحقارات النازحين واللاجئين وتكلم عن الإشبارات الأجرة اللي ما ممكن يعني السودان ده هو فيها يكون الضغوات والمشقة ما لم تعد الحقوق إلى أهلها ونحن حركة العدل والمساواة السودانية هي حركة رومية الآن لدينا جيش في الشام وعندنا جيش في كردفان في كردفان نحن جيشنا في كردفان أكثر من جيش في دابو لذلك وعندنا جيش في جنوب النيل في جنوب النيل لازم عندنا جيش في جنوب النيل الأبيض لدينا جيش في كل هذه المناطق دكتورة حنعمل حاجات يعني وقت رجيم وزيدة ما عندها قيمة حنعمل شوية استراحة الآن لحظة خليك معي دكتورة آمنة أنا آسف على الاسم هذا ما بعرف تاني من أين أختنا آمنة سالح أنا طبعا حنعمل يعني شوية استراحة لنشاهد معا المشاهدين تخيروا مقطع بسيط من عمل حركة العدل والمساواة في الميدان فيديو نمبر 1
نحن غبنا عنكم فترة طويلة. الفترة الطويلة دي جزء مننا ما بمرادنا، والمطالق من الله سبحانه وتعالى. نحن في ديار ناس ونبدأ نتحرك بإذنهم ونرجع بإذنهم. الناس اللي سجلوا الكلام بعدين تشطبوا الكلام ده. ما تقدر بحريتك تمر زي ما أنت عايز وتجي وقت ما أنت عايز. الدكتور زكريا، في الحلقة قبل عدة أشهر قبل سفرك للسودان أجرينا معك لقاء مطول، أيضا تناولنا فيه عدة قضايا من بينها طبعا موضوع حركة العدل والمساواة. لذلك من علق على اللقاء الذي أجريناه مع الدكتور زكريا قال هؤلاء لا علاقة لهم بحركة العدل والمساواة، كانوا يعيشون في الغرب منعمين ويتحدثون عن البلد وهم بعيدين عن البلد. فأنا اخترت هذا المقطع ليروا الدكتور زكريا وهو في الميدان، لأنه طبعا يعني هؤلاء الذين كانوا يتحدثوا لا يعرفوا زكريا وجهود زكريا. أنا ليس يعني لا أريد أن أثني على أحد دون الآخر، إنما كل أهل السودانيين يعني بمختلف تنظيماتهم وتوجهاتهم، لكن أعرف أنا ما أعرفه طبعا أتحدث عن الشيء اللي واكبته في بلوتو. اليوم سيجي ذكر منطقة مدينة بلوتو، هي يعني صانعة حركة العدل والمساواة. يعني الرجال صنعوا لكن المقر والموقع كان بلوتو. إذن دكتور يعني هؤلاء الناس كما يريدون، لأنه طبعا في حرية الرأي. أنا اخترت هذا المقطع وأنت في الميدان، وبعرف طبعا مجاهداتك واتصالاتك أيضا. نحن قناة القرن الأفريقي لم نواكب حركة العدل في ألمانيا، إنما واكبناها أيضا في الميدان. كنا نتصل مباشرة بالدكتور خليل بكل قادة الحركة. أخونا قرقلي ثاني مكنا طبعا من الاتصال بقادة العمل في الميدان. يعني هذه الوكالة واكبت حركة العدل والمساواة وغيرها من الحركات. الآن دكتور نعود، لأن الأخت أنا أكرر الخطأ مرة ثانية، أختنا آمنة يعني مدينة بلوتو بإيجاز. دكتور أنت طبعا أبليت بلاء حسن، وأنت كنت يعني المجموعة اللي كانوا معك ترجمي وأحمد موسى والآخرين أيضا تنقلوا يعني تهيئوا هذا المؤتمر وتسهروا من بداية المؤتمر حتى نهايته بإيصال الضيوف وبالبحث عن كفنهم وإعاشتهم. كل هذا ما هي ذكرياتك الآن عن بلوتو التي أبلت بلاء حسنا في نقل صورة صحيحة إيش الأصوات هذه؟ لا أعرف ما هو الأصوات هذه اللي خلفها. شكرا على هذا يعني ارينرهم الذكريات الطيبه الجميله اللي بدانا بها العمل ده في بلوتو. ونشكر في هذا المنبر الاخ احمد موسى علي الذي اسس لنا هذا المنبر في بلوتو، ووجهنا له وادانا له ارشادات كثيره للعمل في هذا المنبر، ووجهنا العمل السياسي في أوروبا كيف نوجهها. نشكر شكرا جزيلا، ونشكر على مؤسسة
القرن الأخير. فلوتو. نعم. اللي قام بها واللي دعمونا يعني معنويا للقدوم إلى الأمام. هو داخلية الطلبة. خلتنا. نعم. يوغنت هوف. أي. في فلوتو نعم. والله يوغن هوف. نعم. يعني مؤسسة عريقة جدا وقدم لنا خدمة كثيرة يعني استقبال الناس استضافتهم يعني احنا مديونين عليها ومديونين على أخ أحمد موسى بالجهود الجبارة الذي بذلها لكن احنا كمان بخلينا نتذكر إخواننا اللي فقدناهم كانوا جزء أساسي من هذا العمل الذي فقدناهم في أحوج الوقت يعني في وقت كنا في حوجة لهم منهم الفاق يعني منهم استشهدوا كنا تركوني أخواننا يعني دكتور خليل إبراهيم يا ذول كثير 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 من الإخوة أستاذ إبراهيم يحيى إبراهيم يحيى سليمان إبراهيم يحيى عبد الرحمن يعني ده على سبيل الأسماء فقط عندنا أسماء كثيرة وزنبيه فقدناهم في يعني كانوا أعضاء نشيطين جدا في فلوتو وفي التأسيس وفي بعد التأسيس كونتينيوس كانوا معنا إلى أن هو دنياهم انتهى أيامهم اللي ربنا كتب لهم انتهى ونتمنى أنه يعني يكونوا في مرقد الصح يعني بمكان آمنين إن شاء الله ربنا يجزيهم بالخير نعم لكن فلوتو يعني احنا ما ننسى الناس اللي اشتركوا وناس اللي عملوا اللي فلوتو كتير الناس دي ما بننساهم أصلا والشغل بتاع فلوتو ما بتنسي يعني فلوتو حاجة قيمة جدا ناس كتار ما بيعرفوا شنو فلوتو تأسيس بتاعت المعارضة الحقيقية بتاعت السودان ضد نظام بشير ده ابتدت من فلوتو واتوسعت على مستوى أوروبا كله على مستوى ألمانيا وأوروبا كله غطت وغطينا وراء أمريكا مشان ليه أمريكا ليه أمريكا اللاتينية ليه آسيا كلها عبر فلوتو لذلك إحنا يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني أنا ما ننسى فلوتو كتر خيره لكن بذكرنا بناس والله فقدناهم في لمحة برق في الميدان كنا ناس معاهم في الميدان وكانوا معانا في فلوتو ناس ناس جلال الدين ناس جلال الدين يعني ناس فقدناهم كانوا معانا في الميدان وخادة فعلا وفجأة هو زي ما انت شايف فقدناهم نشكرهم شكرا جزيلا جدا لفلوتو ونشكر للناس اللي بذلوا كل الجهد الغالي والنفيس من أجل إنجاح هذا النظام لكن النظام مش لسه تغيير ماشي تغيير كما قال الدكتورة آمنة دكتورة آمنة صالح كلام زي ما قال التغيير حصلت رؤوس ولكن النظام الأساسي النظام اللي كرس الاضطهاد والظلم والتاريخ لسه ما زال موجود عليه الناس تبذل كل جهدها عشان يغيروا مفاهيم الناس واحد اثنين اللي ماسكين زمام الأمور في البلد دي من مكاتب من الصف الثاني في المكاتب الناس اللي قاعدين في المكاتب دي أس المشكلة الناس دي ما بتغيروا وما لازم يشالوا برا يجي محله كل مزول ما موسي شغل ده ما لقدام يشال عندنا ما عندنا مشكلة مع أي زول الحركة دي مؤسسة من كل السودان قومية الحركة دي أدخل جوا زول اللي يجي يشوف جوا يعرف أنه فعلا حركة قومية نعم
أعطينا فرصة دكتور عشان زي ما زي ما النظام بيقول لك ده حركة بتاع أو شوي لما اتزنك بقول ده أولاد الغرب ده أولاد دارفور بعد شوي لما لقى أنا ده بقول ده أخوان مسلمين بعد شوي لما لقى انزنك ده بقول مؤتمر الشعبي مؤتمر شعبي مؤتمر وطني ما بعرف ده الجيش ده الجيش بتاع حركة مؤتمر الشعبي وكل مرة بيطلع كده لغاية ما جاته قدام الباب بتاعه نعم. الحركة دي عندنا من أقصى شمال من أقصى جنوب أقصى شرق ومن جبال النوبة من كردفان عام دكتورة آمنة الذي يتحدث الآن من جبال النوبة النوباوية هي جاية من جبال النوبة من كردفان لم تكن يوم من الأيام يعني لم يكن يوم من الأيام يعتبر أنه هي حركة بتاع دارفور جاءت قناعات بقناعاتها لقت حركة حركة قومية انضمت عليها جوت كله بقت تلج للناس نعم. فأنا عايزين التغيير دي لابد أن يكون لكل السودان كله. نعم الدكتور أعطينا فرصة عشان طبعا على ذكر الدكتورة أمنة صالح أريد أن أسألها طبعا نحن استعرضنا ملف بلوتو وهناك بعد الصور سنعرضها ضمن البرنامج هذا عشان نشاهد الاجتماعات اللي كانت تسير في مدينة بلوتو وغيرها من المدن الألمانية. طبعا أسأل الدكتورة آمنة باعتبارها ناشطة ومناضلة كيف كان ينعكس النشاط اللي كانت تقوم به حركة العدل والمساواة؟ أنا تحديداً الآن أتحدث عن ألمانيا لأن طبعاً ألمانيا كانت الباكورة يعني الدكتور خليل كان في فرنسا والشباب طبعاً دائماً يسافروا إليه في نهاية الأسبوع بعد العمل ويعودوا بعدها قرب إلينا صار في هولندا من هولندا أتى إلى ألمانيا وطبعاً أنا أول ما قابلت الدكتور خليل أهداني نسخة من الكتاب الأسود أنا لما أتي عفوا يعني نحن كإعلاميين ما ننحاز لجهة دون الأخرى لما قرأت طبعا عرفت يعني المشكلة تكمن وين وما يعني وعرفت أيضا معنى ما يطلق عليه المهمشين في السودان هذا الكتاب طبعا كان يعني فعلا لمن قرأ هذا الكتاب يعرف المشكلة يعني إذا أردنا العلاج علينا أن نقرأ هذا الكتاب هذا باختصار أختنا الفاضلة الدكتورة آمنة صالح نشاط الحركة في الخارج تحديدا في ألمانيا هل كان ينعكس ماذا كنت يعني هل تسمعون أما كان يتم من نشاط سياسي الميداني طبعا أنتم أقرب إلى الميدان لكن النشاط السياسي وتحديدا ما قام به مكتب ألمانيا من نشاط هل هذا كان ينعكس لكن ضمن داخل حركة كوادر حركة العدل والمساواة تفضلي دكتورة أم نعم هل سمعت سؤالي؟ السؤال هو كان على أساس ما كانت تقوم به حركة العدل والمساواة في مكاتبها الخارجية وتحديداً مكتب ألمانيا هل كان ينعكس في الداخل إن كنت أنت في الداخل أو كنت يعني في المنطقة اللي كنت فيها هل كنت تسمعون عن هذا النشاط ولا سمعتوها الآن بعد التوقيع السلام كان مشروع لإخلاقي ومشروع لكل الناس عدد النساء السودانية وفرحة عدد النساء السودانية وكان عندنا وقود ولكن كان الشارك لهذه المؤتمر الخاص من حمشات ألمانيا وفي ألمانيا كان مكتب المشرق في مكتب ألمانيا وكان بوفر للناس كمية من الضفاء يعني الضفاء والأمن المكتب في ألمانيا للمصابين حقنا في مرنة أو في عمل بشر في الداخل هنا كان فكر مكتب ألمانيا كان الطبقة المعلّة في الحركة ودعم ناس الحركة داخلية مختلف بمختلف الاحتياجات بستكت أن نشاط الحركة في ألمانيا كان من مكاتب مغدر جدا نشاط قام بدفع للناس نعم هلو مختلف
في الميدان ويقاسم أبوها ونشتري المرحلة يمكن حقيقة على المستمر وحبيب مشهد عمانيا شو ما مشهد يبكين الملكة من أبن المتابع يعني نسمع فيه أنا شاكر جدا دكتورة. الآن طبعا داهمنا الوقت، فأفتكر نحن طبعا حنقدم هذه الحلقة الأولى للأسف ضمن سلسلة البرامج اللي قدمناها حول منطقة القرن الأفريقي. حاولنا أخواننا من إثيوبيا ومن الصومال وأيضا من إريتريا برامج هذا. طبعا هنا أسأل يعني، والسؤال هذا يعني يكون ثنائي، أسأله الدكتور زكريا وأسأله أيضا للدكتورة أمنة. الإشكالية طبعا في منطقة القرن الأفريقي وعموما في أفريقيا هنالك يعني تعدد اللغات. السودان طبعا تعدد اللغات والإسميات وكل حاجة، لكن هنالك من يعتقد إنه السودان هذا إن لم يتحدث اللغة العربية لا يسمع صوته. أنا حاورت بعض الإعلاميين المصريين ويعتبروا طبعا لما قلنا أنا نحن وكالة أنباء القرن الأفريقي تبنت قضية لغات الأم، لأن نحن بنعمل بسبع لغات الأمحرية والإفريقية وكل اللغات الموجودة. حتى أنا تركت الدكتور يوجه رسالته بلغة أهلنا الزقاوة، لأنني سمعت من بعض السودانيين قال معسكرات اللاجئين لا يفهمون ما دار في عملية اتفاقية السلام في جوبا. فلذلك أنا طلبت منه أن يحدث، ولأول مرة اتصالات طبعا لا حصر لها، لأول مرة نعرف أن الدكتور زكريا كان في جوبا 8 شهور موجود ما سمعوا عنه، ما يسمعوا كلامه إيش كان يتكلم، والمؤتمرات الصحفية ما سمعوا. فلذلك أنا أقول الآن شايف طبعا الآن السودان متجه بأنه الاعتراف بحقوق الآخرين والعدل والمساواة وعنوانها طبعا يكفي. الآن كيف نتجاوز مشكلة القوميات الموجودة واللي ما تتحدث اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية؟ كيف نقدر، كيف تستطيع حركة العدل والمساواة إيصال ما ذكرته الآن دكتور زكريا باللغة العربية؟ كيف تخاطبون شعبكم الذين لا يجيد اللغة العربية؟ تفضل. ألو دكتور؟ لا أنا؟ نعم الآن. نعم إحنا لازم نخاطب أصلاً عشان نحل واحد من المشاكل الأساسية. وش المشكلة؟ مشكلة الثقافة، مشكلة اللغات دي مهمة جداً، عليها الناس لازم تفهم القصة دي. اللغات دي أي زول داير يتكلم داير يقع عنوان بتاعه هو لغته، لغتك أنت اللغة الأساسية دي عنوانك أنت. فعليه أن الناس ما يخجلوا أي زول يقول لغته يتكلم بلغته يفهم الكلام باللغة بتاعه. الدراسة يبدأ يعني في لغات عالمية. اليوم أنت في المحل ما مشيت تسمع فيها ناس اللغة الإنجليزية لغة ضروري كبري للعالم كله، لكن أما باقي اللغات أنت عليه أن أي زول لازم يتعلم لغته يوصل رسالة بتاعه بلغته. أنا رسالتي لكل الناس كلامنا بدون استثناء، أي زول يتكلم بلغته، أي زول يتكلم بلغته، عشان الناس تبذل جهد كبير عشان يفهم اللغات الآخرين. الثقافة مهمة جدا. أنا الآن أوجه الرسالة غير قلت بالعربي ده ثاني كمان بنفس الكلام ده باللغة الزغاوة. أنا أقول إيرينر سوكو وأنا أعو كوياي وأنا أعو إلو خلقينا كتير بقيت كوياي كده ترجل وعراو نسرين ده عراو نسراس، إنجليز نسرين ده إنجليز نسراس، شفت فرنسي نسرين ده فرنسي نيراس. فإنتو وأنا كيوغا أني در أنر لغة كيوغا إلو خلقينا كيوغا كده كوياي بدو كوياي أرما أوكار ويانا تسيبوي نغندا عراو نيرا araw neero ona kiwo gri luga kiwo dat ko yage bader risala ko mushkila ko kidi ko bader ko gornek ko silsen rek ki og
يعني برينو تينيغر اينيغا اكنور اينيغا بدر اوغ وسلين كيري بنا اوغل ار اينيغني اوغل نونغ نبر بنا كو همينو همينو بيزان وانا اغوي كو يابل اي لا سلا اليوم نقول لكم اي ذو الكلام بلغته عشان يقدر يوصل الرساله بتاعته بلغته والا الا والا هنا اللغات الثانيه ربنا ما خلقه كان اصلا ما كان ما في داعي عشان يخلق اللغات الثانيه نا خلقناكم شعوبا وقبائل تعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني كل النازل بلغاته ربنا خلقه لو ما كده ربنا كان ما خلق اللغات الكتير ده وكان خلق لنا لغه واحد لغه امازيغ ولا اللغه الفرنسيه ولا برازيليه ولا اللغه البرتغاليه ولا حاجه كده لكن دكتور زكريا حكمته اسمح لي بارك الله فيك برنامجنا اوشك ان ينتهي طبعا اهلنا في اريتريا علمونا ونحن اطفال دائما الطفل بيستعجل في كل شيء فكان يقول لنا بارك الله فيك بالصبر تطلق الحجر يعني هذا مثل اريتريا كعب شويه بالصبر فانت الان المطلوب طبعا اللغات الام نحن طبعا تجاوزنا هذه يعني اريتريا لا تختلف التقاليد والعادات والمشاكل الموجودة عندكم كانت عندنا برضو قبل الثورة لكن حليناها بذكاء وفي نفس الوقت الآن لو شفت الكود إذا داير تتصل بإريتريا 00 أترك 00 إنترناشونال 291 لما اخترنا هذا الكود كانت ترمز الاثنين ديانتين الإسلام والمسيحية يعني أنت شوف الكود هذا كان له معنى التسعة بترمز تسعة قوميات إريتريا ساوينا والواحد وطن واحد وشعب واحد إذن هذا طبعا ما يحتاج السودان الآن أنت ما تقدر تفرض لغة بين اللغات نحن ساوينا بين اللغات التسعة الآن لو شفت الراديو الإذاعة في إريتريا بتتحدث من الساعة السادسة صباحا لحد منتصف الليل بتسعة لغات ما يهم من يفهم وما يفهم إنما قاعد تساوي في الحقوق والواجبات ما تقول لي دولة أقلية ودولة أغلبية بالعكس الحقوق الإنسان يتساوى في الحقوق هذا طبعا الميزة اللي مكنتنا من بناء دولة ومن بناء ثورة قوية جدا متجانسة اليوم الإريتري أينما كان في العالم لما تسأله ما يقول لك أنا بنا عمراوي ولا أنا جبرتي ولا أنا تجرينيا يقول لك أنا إريتري انتفت فالسودان نتمنى له أيضا أن تنتفي هذه النزاعات مع مساواة الحقوق الآن أعود إلى أختنا آمنة صالح أرجو أن يكون الخط موجود معنا ألو أختنا موجودة أي نعم أختنا آمنة طبعا نحن طبعا يعني اتهمنا يعني في قناة القرن الأفريقي بالعنصرية من بعد الزملاء الصحفيين العرب عندما تحدثنا وسمحنا للغات القوم في المنطقة التحدث الأورومي خليناه يتكلم بالأورومي والأثيوبي خليناه يتكلم بالأمحرة وكل اللغات مرحب بها بما في ذلك سمحنا للأخ الدكتور عشان يتحدث أنا الدكتورة أنت دكتورة ومن خلال تجربتك هناك في استعلاء متعمد الاستعلاء هذا طبعا ليس نحن طبعا لا نتهم أحد لأنه كلنا نتحدث اللغة العربية لأن طبعا هي اللغة العربية لغة القرآن ونقرأ القرآن باللغة العربية أنا لم أدرس اللغة العربية في المدارس إنما تعلمتها في الثورة الإريترية وأتحدث الآن الحمد لله لكن عندما يأتي أحد ويقول لسانك عجمي فأنا في المعجم اللغة العربية وجدت أن كلمة العجمي العجم هي بهيم زي البهيمة إذن أنا وجدت أن هنالك في يعني خلل في التعامل مع لغات غير عربية فلذلك نحن بنعزز وبنكرم يعني هذا لغة القرآن فلذلك يحترم كل أفريقي غير أفريقي العالم كله يحترم اللغة العربية إنما عندما يصف لغتي المحلية بالعجم أو لساني بأنه هو لسان عجمي وعندما أرى في قاموس الترجمة أن الأعجم بتساوي البهيم معناه بهيمة زي البقرة فلذلك أنت كعالمة وكدكتورة إشكالية تعدد اللغات هذه كيف تنظرون إليها وأنت من جبال النوبة طبعاً هم أهلنا جبال النوبة أيضا عندهم لغتهم المحلية فكيف تنظرين إلى هذا الحوار الآن الموجود بين الناطقين باللغة العربية وغير الناطقين باللغة العربية تفضلي دكتورة أم طيب
نعم. وإنما كان الناس يعني كل العلماء يعني الضحك مثلا يعني كل العلماء الناحقين كانوا غير عرب، كل العلماء المسلمين كانوا ناحقين كانوا غير عرب، فبالتالي مثلا أنا كنت أتكلم مرة ثانية ده خليك تعمل من الناس أعتقد أن نعم هل أبتكر؟ أنا نعم طيب انت يعني مرة أخرى أو تصبح حركات جديدة في الصفوف.
نعم أختنا مريم عفواً أختنا آمنة صالح. طبعاً قناة القرن الأفريقي بترحب بكل أهلنا السودانيين مع تعددهم ولغاتهم. الآن أنا طبعاً لفت انتباهي دكتورة آمنة صالح من جبال النوبة كما ذكر الدكتور زكريا، ونحن بيننا أو بيني وبين جبال النوبة ارتباط روحي. هنالك أخ من جبال النوبة بشير أبو مقيم في النمسا، هو قائم بعمل إنساني جليل جدا يساعد المدارس في جبال النوبة، وبنتنا سارة يعني كانت يعني ساهمت في هذا المشروع، والآن اسمها موجود في إحدى مدارس جبال النوبة. لذلك نحن ارتبطنا روحيا بأهلنا في النوبة، فحبذا لو كما ذكر الدكتور زكريا الآن بلغة الزقاوة لو ترحب اليوم وتعرفيهم بأن هذا الموقع اللي هو قناة القرن الأفريقي أنت مشاركة فيها ولها مكانة جدا لأهلنا في جبال النوبة. لو ذكرت ذلك باللغة المحلية أكون سعيدة اليوم، وحتى نوصل صوتنا أيضا كما وصلناه لدارفور. نحن ارتباطنا بدارفور يعود قبل تأسيس حركة العدل والمساواة، وأذكر هنا كما يذكر الأخ دكتور نجيب. دكتور نجيب هو كان خبير في علم البيئة في الأمم المتحدة، الرجل هذا دارفوري. من عاشر الدكتور قليل يعني ما يسأل عن دارفور، يعني تتمثل فيه أخلاق أهل دارفور وكرمه وثقافته. فلذلك أنا اليوم هذا هو أنت يعني الآن تتحدثي تنتمي إلى جبال النوبة، وأخونا هذا ينتمي إلى 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 دارفور، والآخرين أيضا أنا مع الدكتور رفاقه كانوا من مختلف السودان، كانوا يزورون في ألمانيا في اللقاءات. الآن حبذا نعطيك فرصة أيضا أن تخاطبي أهلنا، مش أهلك لوحدك، أهلنا نحن في جبال النوبة، وتبشريهم بالسلام وما تم تحقيقه في الفترة الأخيرة. نعطيك الفرصة 5 دقائق عشان تتحدثي بلغة أهلنا في النوبة، تفضل. بالعربية، يقولها مع بعض،
هاي الأفريقية بفتكر أنه إحنا هنا العوان أنه نجي نقول الدنيا في يدنا بعض ونجي عشان نطور منطقتنا عشان إنسان المنطقة الموجود ينعى خيراتها ونعلم أولادنا ونمشي بمتجملون المنطقة التاريخية ونستمر السياحة في المجال التاريخ أو في مجال البيئة نقول للأمواك المميز للسودان كله وإحنا أصل ربنا سبحانه وتعالى هذه المنطقة أنا هي مميزة بحياة كثيرة مختلفة من كل أجزاء السودان الثانية لأن أتمنى أنه إخوتنا الكبرى الناس عزيز عبد الحين موجودين معنا وتليفون كوكو أخوهم يدخلوا الداخل يجوا الداخل عملية إن شاء الله. شاكرين الدكتورة، نحن طبعا أنت أشدتي بالمهندس عبد الله شريف وهو يستحق الإشادة، وحتى لا ننسى أخونا بشير أبو هو اللي غايم طبعا يسافر مرتين في السنة حاملا حغائب المدرسة وكل ما يجود به الأخوة السودانيين وغيرهم. ولا ننسى أيضا أن نذكر السلات الطيبة، هناك منظمة يشرف عليها إخواننا السودانيين، هذا ليس فقط في جبال النوبة إنما يعملوا ما يستطيعوا لمساعدة أهله، أصالة الشعب السوداني ما ينسى أهله. فلذلك أنا اليوم شاكر لهذه المقابلة، لأنه طبعا نحن مهمتنا تنوير المشاهدين. وطبعاً الآن هذه البرامج مشاهدة حتى في الصومال وفي إثيوبيا وفي إريتريا في كله، وأهم يعني وأكثر من يشاهد هذا القناة هو المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي اللي يعيشوا في أوروبا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، كل هؤلاء يتابعون. فأنا يعني ندائي للأخ زكريا وأختنا الفاضلة الدكتورة آمنة، أنه طبعا الصوت الآن أنتوا دخلتوا السودان ومشغولين، وأنا شايف طبعا هنالك من يصطاد في الباء العكر، هذه فدائيات كثيرة يعني يحاولوا يغولوا الناس ويسعدوا المشاكل بدل حلها. فأنا أفتكر نحن يعني أهلا أهل منطقة القناة الأفريقية، عندنا علماء عندنا إعلاميين، فلو قوينا القنوات الناطقة بلغاتنا الوطنية حتى نتواصل مع بعضنا البعض. وأنا اليوم شاكر، كلمة أخيرة أعطيها للدكتور زكريا وبعدها قبل ما نختم البرنامج للدكتورة آمنة صالح أمينة المرأة. دكتور، ماذا تريد أن تقول في كلمات في الدقائق الأخيرة؟ شكرا، أشكر القناة هورن أفريقيا أول حاجة على خدمة للشعب بتاع القرن الأفريقي ككل، من إريتريا، جيبوتي، أثيوبيا، السودان. يعني المنطقة دي فعلا عانت كثير، ونتمنى خدمات الإعلامية دي مهمة جدا للناس دي عشان على الأقل يكون في ترابط بيناتنا ويكون فاهم ذات الأريا دي الناس تترابط مع بعضها. شكرا جزيلا جدا على قناة هورن أفريقيا وعلى خدماته طيلة الفترة اللي فاتت دي كله اتاحت كثير، نشكره كل الشكر. وفي نفس الوقت كان أشكر القائمين بالعمل، القائمين بعمل هورن أفريقيا دي مهمة جدا، الناس دي الناس ما شغلهم ده شغل ما سهل، نشكرهم كل الشكر. وأتمنى أن الناس تفهم أنه التاني الجنبك ده مهم معاك، يعني جارك ده مهم، يعني إذا كان هو بيتكلم لغة تانية أنت اتكلم اللغة بتاعه، حاول يتعلم لغته عشان تقدر تتواصل مع بعض. يعني اللغات دي مهمة جدا، كل الناس أي زول يحاول يتعلم اللغة الثانية مهم جدا، ولغتك ما تنساها دي مهمة. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا، جزاك الله خير. كلمة أخيرة للدكتورة آمنة صالح أمينة المرأة في حركة العدل والمساواة، تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا، وأشكر كثيرا إذا عطني القرن الأفريقي إذا حتى الفرصة لينا عشان نتكلم لأهلنا في السودان ولأهلنا في القرن الأفريقي ونحن في نوبيا. وافتكر أنه هذه فرصة طيبة، وافتكر أنه عمل كبير وقد قناعنا في نوبيا وتنسبي كل المشاهدين.
المحيطين في القرن الأفريقي مستكد أن هي فرصة لتناقش وتناقل الأفكار بين سكان القرن الأفريقي في دول مختلفة بما قبائل وشعوب متداخلة مترابطة، كثير من الاجتماعيات، كثير من الثقافات، بمعنى كثير من الموضوعات بمعنى مع بعض. مستكد أن هذه فرصة طيبة أن قناة القرن الأفريقي تكون واحدة من الأصوات العالية لتجمع الناس في القرن الأفريقي مع بعض باختلاف ثقافاتنا باختلاف لهجاتنا، وتتيح لنا مثل هذه الفرص الجميلة أننا نتحدث عن السلام وعن مختلف وعن حضاراتنا المختلفة. وأفتكر أنه أنا سعيدة جدا وأتمنى أن يعني التقدم والازدهار لهذه القناة الطيبة، وأتمنى أنه مزيد من التلاقي وأن تجمع ما يجمعنا مع بعض القناة لمختلف الشعوب لصالح شعوب المنطقة ولصالح السلام ولصالح التنمية ورفعة المجتمع ورفعية المجتمع في القرن الأفريقي. أشكر جزيلا على هذه الفرصة. شكرا جزيلا مشاهدينا الأكارم. بهذا تنتهي حلقة هذا اليوم أجريناها مع الدكتور زكريا محمد علي عبد الرحمن من الخرطوم، والدكتورة آمنة صالح أمينة المرأة في حركة العدل والمساواة. وحتى نلقاكم في برامج أخرى، استودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله. في برنامج